بالله يا ست حد كلمك لمي نفسك شويه بعيد عني انا تقلب تساكر يا فندية انت خلاصي خالص تساكر بعد اذنك سبع ايات المنقيات من النار وعذاب القبر تساكر يا بهوات السبع تساكر يا فندية مؤمنين يا مؤمنين بالله كل هاي يصهر روح يا فندية خد بالك من جيبك وحرس من رشالين يا فندي منك له مش عايز تخلصي ورق وقف يا اسطى ورق يا فندية ورق اسماعيل اسماعيل اخبار الجماعه ايه ها بعت رقده الف سل شفت يا استاذ صالح الله الراجل جاي يطمن على الوليه فيها ايه دي يطمن مش بقول لك الحكومه في خدمه الشعب في حد هنا ما حدش اتاخرت ليه ده انا قلت ناسي هنسى ده انا ما نمت طول الليل بحضر نفسي طب يلا ما فيش وقت السلام عليكم مانجا فراولة عيس اتنين والنبي بس كده عناية يا ستيانك اتفضلي من قد ما نعدمها شكرين يا عمنا امسك قلت لك هات الروح انا ما اكلش الحاجات دي ما خلاص جبت هاكلهم هما الاثنين اه طب استنى انت بتجري ليه امسك بقى كده تكسف ايدي كيف انا اقف وسط الناس واطلع لسانك ده يا فتنه الله اول مره تناديني باسمي امال انا هقول لك ايه يعني دايما تقول يا بنت الناس يا بنتي بقى غلطت انا يعني ولا ايه ما غلطتش بس امسك بقى ما قادرش عيب انا اقف اطلع لسانك ده على 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 عينك يا تاجر كده عنك ما اكلت استغفر الله العظيم ثانك يو يا اختي عليك والنبي ايه ده عينك في لا ايه لا لا انا يعني مستغرب بس على الناس اللي قاطعين الدنيا طولها وعرضها لجل ما يجوا يشوفوا أثارنا وعظمة جدودنا وإحنا أكتريتنا لا شافوها ولا ناويين يشوفوها حتى طلعي لي ليه كده غلطان؟ النهاردة وأنا في السجن عند أبويا قاعد يكلمني قعدت أبص له كده واستعجب على فكرة فيك شبه منه فيكوا حاجة كده شبه بعض إيه هي؟ مش عارفة بس تشبهوا البعض والله وابوك لو قد ايه محبوس 10 سنين هانت باقي له في وش العدو بس راجل جدع جدعانة يا فرحان ما تلاقيهاش على حد في الزمن ده وانت يا ما لحقتش تعشري لا انا كنت كبيره ايام ما اخدوه كنت ساعتها في سنه رابعه يومها رجعت من المدرسه لقيتهم واخدينه من ساعتها ما عتبتش برجلي باب المدرسه تاني خاف عليا قال لأمي قعديها في البيت لكن حارتنا تحكي وتتحكى على جدعانة أبويا اسم على مسمى يقولوا لك الذكر وهو ذكر بصحيح ما تبقى تيجي معايا الزيارة الجاي بس هيقول لي مين ده أقول له إيه ها قولي لي يا فاطمة ما انتش يعني ما انتش غزيانة من شغلة أبوك دي؟ ايه ده شغلته؟ حد بيختل أبوه شغلته؟ بقول لك يا محمود التلفزيون ده أنا هاخده بالدراع بالعافية بالبوليس ماشي يا عمي ماشي البوليس على عيني وراسي إنما عافية ودراع عند أمك أوه.
حرام اللمبات يا كهربائي سكة عديم الفولت بتشتمني بوم بلا تقلع لي هدومك كلا ماشي ولا بعدين كمل نصلي على النبي يا سي محمود. شفتيه وهو بيجري؟ شفته. ايه اللي انت جايباه ده؟ كوسه. ما تيجي اخرطها لك. الراجل يا اخويا هيخرطها. ماشي. يام انت جيتي يا فتنة؟ مالك يام؟ مفيش، مقيله شوي يا وليه. مال يوه، ما قلتلك مفيش. اها، شفت ابوكي؟ لا ما شفتوش. ليه؟ التصريح ما نفعش؟ لا 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 نفع، وشفته بيسلم عليكي كمان. انت معيطة يا احسان. هعيط على ايه؟ مالك يام؟ ما انا فايتاك الصبح زي الفل. في ايه يا احسان؟ هتزعلك يما؟ فهميني في ايه يما؟ والله ما انا عارفة اقولك ايه يا فتنة. طب ايه اللي مضايقك يما؟ العمر، العمر يا فتنة اللي بيجري واحنا متشعلقين، لا طايلين سما ولا ارض. عمر ايه يا ولية؟ انت بتغزل العين ولا ابويا وحش؟